هلو هلو حبيبي، اليوم جبت لكم حاجة جديدة. غادي نشوفوا البنات اشنو جبت لكم من عند اسباسيو. كي شي حاجة توب 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 توب، خطيرة 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 صراحة. هادشي كيشهي وما عرفت منين نبدا لكم يا البنات، الحبابات الهليات الصحابات. دخلوا اول حاجة غادي نديروا البنات هي انكم تدخلوا الفيديو ملي تفرجوا. اول حاجة بليز عفاكم الا كليكيو على ابوني. اللي ما دايرش ابوني دير ابوني البنات. بغيت نقول لكم كليكوا على لي جيم وبارطاجيو معايا، الله يجازيكم بخير. دونك غادي نبدا لكم البنات بهذا البخور هادو. عندنا لا هذا البخور هذا الصراحه واحد البخور اللي خطيره البنات، هائله. شوفوا البنات امير العود خطيره البنات، جربتهم والله البنات الا جربتهم كيخلي واحد الرائحه فنه 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 فنه. انا البنات الثمن ديالو كيبقى 50 درهم، كاين عده روائح. غادي نبدا لكم بهذا البخور هاد امير العرب 50 درهم. هانا البنات، وكاين عندنا هذا حتى هو بخور المجلس حتى هو البنات. ما نقولش لكم واحد الريحه الصراحه والله الا شميتهم البنات كاملين وفنين. الثمن ديالهم كيبقى 50 درهم حبوباتي الغاليات. وكاين بخور العود والله البنات، كون كانت شي ابليكاسيون كيفاش ندوز لكم تشموا حتى تشموا. هذا البنات 50 درهم، روائح خطيره 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 وكتبقى في البيت. ما نقولش لكم فنين البنات، الثمن ديالهم كيبقى 50 درهم. ايوا يا البنات غندوز لكم لهذا الشامبوان. هذا البنات كاين سولد في هذا الشامبوان اللي خطير خطير البنات. هانتوما خطير شامبوان بوتيك لاصلاح الشعر والغني بزيت الارغان. دونك هاد لي شامبوان اللي غادي نوريكم ديال الارغان، كتاخدي واحد ب50 درهم وكتربحي واحد غراتوي. ايوا هانا البنات، واحد ب50 درهم وكتربحي واحد غراتوي، خطيرين البنات من داك الشيء الرفيع. غادي ندوز لكم البنات لهاد الموديل. هذا عندنا هاد الموديل ديال الشامبوان اللي غادي تشوفوا كيبقى بزيت الارغان والبروتين. هذا ضد تساقط الشعر ولتجديد الشعر، يعني كيجدد الزغبه 95% طبيعي. دونك البنات عندنا الشامبوان ديالو والماسك ديالو، انا غادي نوريكم كل حاجه ولاش كتليق الصراحه البنات. هانتوما شوفوا الشامبوان 95% طبيعي، وحنا كنعرفوا باللي زيت الارغان غني بالفيتامينات بزاف، اللي من بينها يعني سواء التجميل او الماكله. هانتوما البنات الثمن ديالو 80 درهم، واكيد عندنا حتى الماسك ديالو البنات خطير خطير. من بعد الشامبوان كنديروا الماسك، كيطيح الزغبه كيخليها رطبه، وفي نفس الوقت شعرك كي يستافد من ترطيب الزغبه. وكما قلت لكم بلاتي نشوف لكم هنايا كريم ماسك للشعر خالي من الاملاح للبروتين، خطيره البنات. كنتمنى انكم تاخذوه، حتى هو كيبقى ب 80 درهم ودائما البنات 95% طبيعي، كيبقى بالزيوت الطبيعيه وكيعاود ينوض الشعر. والشعر الخفيف اللي كيكون زعما الشعر ديالها خفيف كيقوي الشعر، كيضيف الكثافه ديال الشعر ولجميع انواع الشعر سواء النساء او الرجال، وخالي من الكبريتات. هادو البنات 80 درهم 80 درهم. غادي ندوز لكم واحد البرومو البنات اللي خطيره، في بلاصه ما غادي تاخذي الحليب بوحدو وتاخذي ديودورون بوحدها، عندي لكم واحد البرومو اللي خطيره من عند اسباس تركي مع رشيد الراجي صراحه اللي كيدير هذا البرومو. عندنا هذا لو جيل هذا بالنسبه لابو، انسان ملي كيعوم كيبغي رائحه تبقى لي في اللحم ديالو، كاين هذا البنات. وعندنا حبوباتي الغاليات ديودورون اكيد كلهم. هانتوما شوفوا كاين عندنا ديودورون، هانتوما شفتوا. وعندنا هاد الكريم، هاد الكريم البنات نديروه نستعملوه للشعر ونستعملوه حتى للفيزاج. هادو بثلاثه بهم البنات كيبقاو 40 درهم ثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام. ايوا عندنا هاد السينيال البنات غادي نوريه لكم من بعد، غنخلي هاد السينيال حتى نجمعهم لكم بوحدهم. عندنا هاد المشيطات، هاد المشيطات البنات خطيرين. انا باش كيعجبوني حسن ديك المشيطات الدايره، كتمشطو هاد دغيا كيسرحو الشعر حتى اللي عندها وليداتها كاين اللي كتبغي شي مشيطه تكون رطبه على حساب لابو ديال الراس. كنصحك بهادو، هانتوما البنات زوينين، كاين في الغوز وكاين في البلو. فوالا البنات هانتوما شفتو، هادو كيبقاو ب 13 درهم المشيطه، فنين وخطيرين. غادي ندوزو لهاد البرودوي هذا. هذا من بعد ما كدوشي وكدهني الحليب اللي بغيتي ولا كدهني هاد البرودوي اللي كنتي غتاخدي، كترشي هذا ديال شنو مشات لي السميه ديالو ديال الكوك، خطيره البنات فن ريحته، كتخلي واحد الرائحه ما نقولش لك طايح اكثر من نايض ونايض فاشيكي. الثمن ديالو كيبقى 25 درهم. غادي ندوز لهذا البنات، هذا
اوريس خطير 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 والله البنات، الا دوشت وجربته عجبني 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 بزاف، عرفتي الريحه اللي فيه خطيره، كيرطب الجسم واليدين، وواحد البرودوي الصراحه عمرني ما جربت بحاله. هذا الثمن ديالو كيبقى 20 درهم. ملي تماصي بهذا ديري هذا، استعملي هذه الرائحه. غادي ندوزو البنات لهاد العكوره هادو اللي كيبانوا لكم هنا في الالوان، هادو الثمن ديالهم 5 دراهم. هادو البنات اللي ترطيب الشفايف كيخليهم رطبين، وفي نفس الوقت كيعطيو واحد اللون اللي كيكون ما بين غوز، كيخلي لك شفايف يعني كيبانوا الشفايف ديالك كيبانوا طبيعيين. هانتوما البنات الا كنتو كتعقلوا على العكر ديال 24 ساعه، هانا البنات فنين، الثمن ديالهم كيبقى 5 دراهم. غندوزو بالنسبه لهاد الطالك، هاد كودومو الى عقلتو ملي كنت خدامه عند رشيد اسباس تركي، كانت كودومو فيها شامبوان فيها طالك فيها بزاف ديال الحوايج بالنسبه للوليدات. انا كنصح الامهات ياخذوا هاد كودومو، بودر الاطفال كودومو خطير، كيخلي واحد النعومه زوينه بالنسبه حتى اللي بيبي يلاه زايدين، كيخلي نعومه زوينه كيخلي رائحه زوينه. وغنزيد نذكركم بواحد الحاجه بالنسبه للاخوات او الاخوان او الجميع، لاي واحد اللي كيخنزوا ليه الصبابط ديالو رشي من هاد كودومو في الصباط، واجي تفكرني عمرهم ما يخنزوا لك. الثمن ديالو كيبقى 15 درهم. كودومو خطير خطير. ايوا غادي ندوز لكم البنات بالنسبه لهاد هاد فازلين. ها انتم البنات فازلين على 4 لوينات، هادي بالنسبه كديروها البنات الفم ديالنا، كتخلي الفم رطب، اللي فم مناشف، كاين ديال الفريز كاين ديال لافوكا كاين ديال البنان كاين ديال العنب. هادي الثمن ديالها كتبقى 30 درهم. هاد الفازلين ضروري كنحتاجوها، كنديروها في الفم ديالنا، ولا بعض المرات كاين فازلين ديال رجل كل حاجه فاش مختصه، هادي خاصه بالفم. هادي الثمن ديالها قلنا كتبقى ب 30 درهم. غادي ندوزو لهاد القريعه هادي اللي حمقتني حمقتني بزاف بزاف البنات، شوفوا شحال زوينه فيها هاد البونجات هادو. كل وحده ولا ايش كتليق، وحده الفون دو تان، وحده لتحت ديال العينين. هذه الثمن ديالها 20 درهم فقط. اتمنى في متناول جميع حبوباتي الغاليات، وخطيرين كاليتي مخيره. ايوا دابا غادي نربحوا عاوتاني واحد الحاجه عندنا البنات. هذا شنو هذا؟ هذا يا ربي، هذا سينيال البنات ديال الويفيرا فوا دو، جوج ب 13 درهم. هانا البنات خدي واحد خلصيه واحد غراتوي، واحد تخلصيه واحد غراتوي، و 100% ناتوريل الويفيرا البنات. والصراحه رشيد راه كيجيب هادشي ديال سينيال ودي اللي هاد البروسادون اللي غنوريكم خطيرين، كيجيبهم وانا مجرباهم البنات، مليون في المية خطيرين والله القسم. ايوا البنات غادي ندوزو لهذا حتى هو سينيال. ها نتوما البنات حتى هذا سينيال الثمن ديالو 20 درهم. ها نتوما شفتوا الثمن ديالو 20 درهم البنات. كاين عندنا هذا، كاين عندنا هذا حتى هو اوراليكس اللي معروف عالميا، حتى هذا راه اوراليكس البنات، جوج بهم اوراليكس. هانتوما كيخليو اول حاجه واحد الرائحه اللي زوينه في الفم، وكينيطوي لك سنانك من داك الشيء الرفيع. عندنا هذا البنات حتى هو 20 درهم، سينيال حتى هو ديال الطراس والسنان والفم ديال الفم جماعه. هانتوما 20 درهم التسميح. لايش غندوز دابا انا راه حرت. غادي ندوز لهاد البروسادون هادو الصراحه، هاد اوراليكس. ها نتوما حنا يلاه دوينا على اوراليكس، فيها سينيال فيها بروسادون خطيرين. شوفوا البنات حتى الشيتا كتشوفوها من الداخل باينه رطبه، كاين فلو نواغ، عندنا الكغي ها هو شفتوا 13 درهم البنات. عندنا اللون الاحمر فنين البنات كيدوم والله، عندنا هاد الدوغي وعندنا هاد البلو. هنا البنات 13 درهم فقط، لا غلا على مسكين. غادي ندوز لكم البنات بالنسبه لهاد الشامبوان، هذا اللي بغيت نوريه لكم خطير حتى هو. ها نتوما البنات هذا الشامبوان مرطب بدون سلفات، ها نتوما الهايلورونيك والكولاجين. هنا البنات الثمن ديالو كيبقى حتى هو 80 درهم. واكيد البنات شوفوا عفاكم انا نوصيكم واحد الوصيه، اي شامبوان كما كان تغسلوا به ضروري ما ديروا الماسك، حيت الماسك كيخلي الزغبه من غير الشامبوان كيطيح الزغبه، وبحال دابا اللي كتصاوب شعرها بزاف ضروري خصك ديري ماسك باش هكا تقدري تحافظي على الزغبه ديالك. ها نتوما البنات شوفوا غني بهذا من بعد الكيراتين والبروتين، خالي من السلفات والاملاح، يستعد رطوبه الشعر ويرطب فروه الشعر. دونك عندنا هذا حتى هو ب 80 درهم، هذا ب 80 وهذا ب 80 درهم. اشنو اللي بقى لي ما دوزتش لكم هنايا؟ بقات لي هذه،
كاين هاد الباليت البنات هذه اللي الثمن ديالها كتجي على شكل هاد الكتيب، الثمن ديالها كتبقى 40 درهم البنات. شوفوا لي الباليت كيفاش دايره، وغزاله غزاله غزاله وانيقه البنات، خطيره 40 درهم. ها نتوما البنات الوان هنايا على حساب، كاين هنا فاغاجو، كاين هنا العكوره، هنا فاغا بوبيير، هذه الثمن ديالها 40 درهم واكيد فيها لوينات. ما نسيت لكم هاد عندنا هاد لو برودوي هذا، هاد السينيال ديال الفخر، هذا حتى هو الثمن ديالو 20 درهم، كيبيض الاسنان اوراليكس، اكيد كنبقاو في نفس لا مارك البنات. عندنا هاد لو برودوي هذا، هذا حتى هو هذا جيل كيقشر وكيرطب البشره، هذا لو جيل كيقشر وكيرطب البشره، الثمن ديالو كيبقى 30 درهم البنات. عندنا هاد لي ديودورون واعرين البنات، الثمن ديالهم كيبقى 25 درهم. ها نتوما انا البنات اثمنه في متناول الجميع البنات، يعني هنا درت لكم حلقه خاصه لا تتجاوز 60 درهم، دابا حلقه خاصه لا تتجاوز فقط 80 درهم. 80 درهم البنات، سارعوا قبل نفاد الكميه، فرصه لا تعوض، مع رشيد الراجي. غندوزو البنات بالنسبه لهذا البرودوي هذا، راحه فوريه، هذا كيدير ب 25 درهم. اللي عندها الم في الكتف او الم اسفل الظهر او الكظمات والردود، الم الناس اللي كيوقفوا بزاف كتبغي مساج، التهاب التهاب غد غمد الوتر، الم العضلات، الم المفاصل، دونك عندنا هذا لو برودوي هذا راحه فوريه العضلات في الالم. اللي عندها اي الم كيف ما كان، الثمن ديالو 25 درهم البنات، كتماصي به من الليل لليل وكتشكاي ترتاحي ليا مع راساتك للاستخدام الخارجي فقط. عندنا هاد كريم سولايا البنات، هذا الثمن ديالو 30 درهم. فيتامين سي، دائما فيتامين سي غني، كيكون فيتامين سي يعني حنا عارفينو فيتامين سي كيكون في الليمون، واكيد ملي كنسمعوا فيتامين سي راه شي حاجه زوينه. الثمن ديالو 30 درهم فقط البنات. عندي لكم هذا البرودوي هذا حتى هو يلاه كيف جا، هذا حتى هو الثمن ديالو 30 درهم كما كتشوفوا حبوباتي الغاليات. هذا بالنسبه للجسم كيخلي واحد الرائحه، ها نتوما شوفوا احنا مصورين لكم هنايا رجلين، كيخلي واحد الرائحه زوينه وخطيره، والثمن جد 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 مناسب 30 درهم فقط. هاد لو جيل هذا، ها نتوما البنات راه كاينين عندنا هنا جوج، كاين هاد لو جيل حتى هو كيرطب البشره وكيقشر، ها نتوما ديسار شفتوا الثمن ديالو 30 درهم. حلقه مليئه بالمفاجات، مليئه بلي سولد، وما كاينش اللي حمقني اللي حمقني قد هاد البخور البنات. الله يعطيكم السر، سيروا خذوهم راهم واعرين واعرين، حمقوني بزاف البنات صراحه، سلعه زوينه وسلعه طوب 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 طوب، وتستاهلوا اثمنه في متناول الجميع مع اسباس تركي. دائما غادي يكون الجديد ان شاء الله البنات. كنتمنى انكم تابوناو عندي في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو قدر ما استطعتم من البارطاج. نسيت لكم حق البنوتات لي بيبي، هذا سينيال ديال الوليدات الصغار، كيبقى الثمن ديالو 10 درهم فقط. هانا البنات اوراليكس، دائما اوراليكس، يعني حلقه جد متميزه بالمفاجات واثمنه جد خطيره، اثمنه ولا في الخيال ولا في الاحلام. حبوباتي الغاليات مرحبا بكم في اسباس تركي مع ضحى غاني، دائما غادي تشوفوا المفاجات ان شاء الله، وغادي تشوفوا المشتريات اللي غادي نوريكم. مرحبا مليون الف مرحبا، خليت لكم الراحه، تهلاو ليا في راسكم، وشكرا لكم على المتابعه، وكنتسنى كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو البنات الاقدر ما قدرتوا عليه، وديروا واحد ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لي لايك، هذا هو المطلوب منكم. شكرا لكم حبوباتي الغاليات، ومرحبا بكم، والف مليون مرحبا.